يا مساء الجمال والفرحه وبدايه اسبوع يا رب يبقى سعاده وفرح وانبساط. مفيش اي اخبار وحشه تجينا ان شاء الله. وحشتوني جدا جدا اليومين اللي فاتوا دول. ان شاء الله بقى يعني تبقوا كده قضيتوا ويك اند حلو قوي وتبقوا خرجتوا مع اصحابكم وشفتوا اهلكم. تعالوا بقى اقول لكم يعني ان احنا النهارده عندنا فقرات متميزه جدا بره الصندوق كالعاده، دي كلمته انتوا عارفين. بس اول حاجه عايزه ارحب بزميلتي وحبيبتي هايدي واقول لك ايه، وحشتيني في اليومين دول، احنا ما شفناش بعض بجد. وحشتيني يا فرحه، وريني ايه القمر ده، لوكات وحركات كده. طبعا كالعاده انتوا كمان وحشتوني جدا جدا جدا، وتعودنا خلاص انتوا بقيتوا جزء مننا، واحنا اتمنى ان احنا كمان بقينا جزء منكم ومتعودين علينا، ودايما بنقدم لكم فقرات مفيده ليكم متنوعه بره الصندوق زي ما فرح بتقول، والاهم كمان ان هي تفيدكم وتلمسكم. بس قبل ما نقول لكم فقراتنا واللي هي بجد النهارده مميزه قوي قوي قوي، تعالوا ندردش في شويه كده اخبار ونشوف معانا ايه. طيب اول حاجه بقى بسطتني جدا 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 على المستوى الشخصي، انه احنا كنا بنتكلم من 3 أسابيع تقريبا في بدايه البرنامج عن قضيه، هي بنت اسمها ايه عبد القادر، هي كان عندها مشكله لطفلها ايه مطلقه، فكان عندها مشكله مع طفلها ان هو بقى له 7 سنين ما بيدخلش المدرسه بسبب ان المدرسه مش عايزه تاخد ابنها والحاجات دي كلها. ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعد ما بقت معانا في البرنامج تقريبا من اسبوع ابنها دخل المدرسه والمشكله بتاعتها اتحلت. الف مبروك يا ايه، مبسوطه جدا انه احنا كنا سبب في ان ده يحصل، وان الحمد لله صوتك اتسمع عن طريق برنامج انت. يعني يا فرح زي ما انت بتقولي طبعا الموضوع ده انا اتبسطت بيه جدا، وحسيت ان احنا النهارده فعلا قدرنا ان احنا نوصل رساله وندعمها. والاحلى ان احنا كنا اول برنامج على فكره يستضيفها ويتكلم عن حالتها، وكنا سعداء بيها جدا جدا جدا. وهي كمان معانا النهارده ان شاء الله في مداخله هاتفيه هتحكي لنا كل حاجه، هتحكي لنا التفاصيل وايه اللي حصل. والاحلى ان احنا مبسوطين كمان يا فرح بنقدر نقول بالتوجه الاعلامي انه عمل فرق. بالظبط، لانه فعلا يعني كل الناس بقت مهتميه بيها. بس اكتر حاجه بسطاني يا هايدي انه احنا على شاشه اي تي سي في برنامج انتي كنا اول حد يستضيف ايه، والحمد لله ان احنا خلينا صوتها يتسمع. يعني دي حاجه تبسطنا جدا جدا الحمد لله. وان شاء الله دايما كل الناس نبقى احنا كده وش الخير عليهم وش السعد عليهم. وعشان بقى نعرف تفاصيل اكتر، فايه عبد القادر معانا على التليفون دلوقتي عشان نسالها على كل التفاصيل. يعني ازيك يا ايه، معانا على التليفون انت دلوقتي، احنا سعدة جدا جدا وفرحانين قوي بجد. والله وانا كمان، واشكركم جدا ان انتوا اول برنامج فعلا اتصرفني وعرضنا المشكله، اول حد اتصرفني بصراحه. الحمد لله، اي احنا مبسوطين قوي. والله انا برضو مش مصدقه نفسي، يعني انا لحد ما مش مصدقه. احنا فرحانين بيك يا ايه، صدقيني. طب احكي لنا بقى المشكله. انا فرحانه جدا. واحنا والله احكي لنا بقى يا ايه المشكله اتحلت ازاي. والله يا فرح ويا هايدي، انا بعد ما مشيت من عندكم اتفاجئت ان الموضوع اتسمع قوي. الحمد لله. ابتدت ناس السوشيال ميديا اتسمع في السوشيال ميديا. الحمد لله. في الجرايد، في الاعلام عامه. وابتديت احس ان المشكله بتتحرك، في حد بيسمع. الحمد لله الحمد لله. حصل يعني الاكشن. الحمد لله. حصل اكشن. طيب. سريع. طب ايه، انا عايزه اعرف ازاي حصل وابنك دخل المدرسه الحمد لله، ومين، مش هقول لك مين يتواصل معاكي، بس قولي لي ايه التفاصيل اللي حصلت. التفاصيل اللي حصلت ان انا بعد ما كنت عندكم تقريبا ب5 6 ايام كده، حد تواصل معايا اعلامي ووصلوني بحد مسؤول في التربيه والتعليم، وهو الصراحه يعني كان كويس جدا وتواصل معايا. الحمد لله. وفي خلال 48 ساعه بعد ما تواصل معايا رحت المدرسه، انا اوريدي كنت مقدمه فيها، والناس استقبلوني حلو جدا وتفهموا المشكله. وعايزه اقول لكم سبورتيف جدا معايا في المدرسه. هي المدرسه. انا عايزه اقول لك يعني مش قادره اقول لك محتضنين ياسين ازاي وبيعملوه ازاي. الحمد لله، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب بالظبط. يعني هم بصوا للموضوع بشكل انساني وتربوي اكتر ما هو شكل تعليمي. ده اللي كان المفروض يحصل من البدايه. يعني طبعا. اللي انت كنت بتقوله لنا وانت معانا في الفقره ده كان شيء ما ينفعش انه يحصل اصلا. الحمد لله. بالظبط. انا بشكركم جدا جدا وبشكر يسرى، ويعني انتوا ساعدتوني ان صوتي يتسمع ومشكلتي تتحل بعد السنين دي. الحمد لله. وان شاء الله يعني وان شاء الله تبقى نفسيته احسن لما يدخل المدرسه كمان وكل المشاكل تتحل. يا رب. ربنا يخليكي. ميرسي. انا بشكركم قوي قوي قوي، وبتمنى ان كل ام المشكله دي لو دي عندها تتحل بسرعه. يا رب ان شاء الله. طبعا احنا بنشكرك يا ايه، وعايزه بشكركم على ايه يا حبيبتي. واحنا كمان ليكي. يا رب. وعايزين نشكر الفريق الاعداد بتاعنا الحلو يسرى قوي جدا طبعا. الحمد لله النهارده ان هو قدر يعني دايما يتواصل ويوصل لحاجات حلوه جدا. واخيرا كده يا ايه، ما دام انت لسه معانا، قولي لنا رد فعل
فعل ابنك لما دخل المدرسة؟ بصي في أول يوم كان في رهبة شوية لأنه مش واخد لسه. طبعا ده طبيعي. تاني يوم ابتدى ها شوية، تالت يوم بصراحة كمان التيتشرز هناك والمديرة هم احتضنوه كأنه ابنهم، فده فرق معايا. دلوقتي بقى بالليل عايز يصحى تاني يوم يروح. الحمد لله، دي أهم حاجة إن هو يبقى حابب الموضوع. يعني الحمد لله نفسيا أحسن كتير، فرق كتير قوي قوي بعد ما راح صراحة. حبيبي طبعا المدرسة يعني إذا ما كانتش المدرسة اللي هتفرق في نفسيته وهو طفل، إيه اللي هيفرق معاه؟ بجد طبعا الحمد لله. ألف حمد وشكر. الحمد لله، بنشكرك جدا يا آية. العفو، أنا اللي شاكرة لكم جدا جدا. يعني حقيقة هايدي أنا مبسوطة جدا جدا إنه إحنا بعد ربنا طبعا كنا سبب في حاجة زي كده. عارفة أنا النهاردة لما كان نفسي أدخل المجال الإعلامي كان نفسي أدخل عشان كده، إن أنا يقدر صوتي أو وجودي أو كلمتي تعمل حاجة. الحمد لله. بجد بجد أنا بشكر كل حد اهتم بالقضية بتاعتها وابنها فعلا دخل، بشكر البرنامج، بشكر حتى قناة اي تي سي على الدعم اللي دايما بتقدمه لأي أم أو أي حد. دلوقتي بقى هتكلم معاكم عن دراسة علمية حديثة بتتكلم عن الأرق وإزاي ممكن يأثر علينا بشكل سلبي، وإننا النهاردة ما ينفعش نتعامل بتهاون أبداً أبداً مع موضوع قلة النوم والأرق أو نتعامل معاه على إنها شيء كده ظرف وقتي وهيعدي. موضوع طارئ والموضوع ممكن يسبب حاجات كتير جداً. مهم، الدراسة دي اتعملت النهاردة على 3748 مشارك من فنلندا عندهم مشكلة في النوم. اكتشفوا بقى ان المشاكل اللي بتحصل لهم بسبب النوم دي بتعمل لهم مشاكل تانية عضوية هم مش فاهمينها، وهم طول الوقت بيفضلوا يدوروا في دواير مجهولة الهوية ومش فاهمين تشخيص الحاجات اللي بتحصل لهم دي ايه بسبب قلة النوم. صح. بسبب لهم بقى مشاكل في ايه؟ في الذاكرة، في التركيز، حتى في القدرة على استقبال أي معلومات، أو لو مثلا هو طالب بتعلم كمان بيأثر على القدرات الذهنية مستقبلا. يعني أنت النهاردة المستقبلات بتاعتك اللي في عقلك ما بتبقاش بكامل قواها أو بتقدر تستقبل كل حاجة بالشكل المطلوب زي وانت نايم كويس واخد قسط من النوم حلو. مثلا يعني انت دلوقتي في العشرين من عمرك او في الثلاثين وعندك مشكلة في النوم وعمال بقى تخلي الموضوع يعدي بشكل طبيعي كده وتديله زي نقدر نقول مسكنات وقتية مش اكتر، ده هيأثر عليك جدا مستقبلا، هيخليك كل ما تكبر كل ما يبقى عندك مشاكل ضخمة جدا يا فرح. صح، انت اصلا مش عارف تتعامل معاها بالظبط. بس خلي بالك كمان عايزه اقول لك على حاجه في موضوع الارق ده، انه عشان في ناس مثلا لو ما نامتش يوم او حاجه بتقعد تقول انا عندي ارق انا مش عارف ايه. اصلا الارق عاده بيبدا من ليله لحد 6 شهور، فهو ممكن فعلا يبقى انت عندك ارق وانت مش عارف. بس خلوني اقول لكم سريعا ايه هي اعراض الارق. مثلا ان انت ما بتبقاش عارف تنام، او ان انت بتنام ممكن فعلا تبقى بتنام بس مثلا تنام ساعه وتصحى، تنام ساعه وتصحى، فده بيعمل عدم تركيز. فلما تصحى الصبح تقعد تقول لنفسك ايه ده، ما انا نمت من 5 الفجر مثلا او 6 الصبح لحد 10 بس صاحي تعبان وجسمك تعبك ومش قادر تقوم ومقريف. ما هو ده مش نوم، لان جسمك محتاج ينام بالليل عشان في اجهزه في جسمنا ما بتشتغلش غير بالليل. صح. فانت نمت الصبح. صح. فجسمك ما خدش الراحه الكافيه فانت صاحي برضو تعبان. غير بقى كده انه كمان الارق ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم، يعني مثلا مرض السكر، الاكتئاب، القلق، التوتر، ما انت مش نايم كويس فانت حاسس ان انت متوتر وصاحي الصبح مش مركز، لا قدر الله ممكن وانت سايق يعني ممكن تخبط مش مركز. ما انت زي ما هايدي قالت من شويه انت مخك مش شغال بالنسبه المطلوبه منك، انت قاعد كده مثلا مركز في كذا حاجه او قاعد نايم او قاعد مصدع، فمخك فعلا مش شغال زي ما انت متوقع. وانت عندك شغل تاني يوم، وانت عندك ابحاث تعملها، وانت عندك ناس هتقابلهم في ميتنج، وانت مثلا شغاله مدرسه وانت شغال مهندس، فانت مش قادر تأدي زي ما مطلوب منك. المهم ان الباحثين فعلا اشتغلوا على الدراسه دي، اكدوا على نقطه مهمه جدا، وهي اننا لازم نتعامل مع الارق على انه مشكله مرضيه محتاجين نروح لدكتور ونتعالج علشان نتجنب كل المشاكل اللي انا قلت لكم عليها، ان انا ما ركزت في شغلي، ان انا اتخن، انا يجي لي اكتئاب، ان انا يجي لي قلق، الحاجات دي كلها. النوم مهم جدا, جداً يا جماعه جداً. فوق ما تتخيلوا. يعني يا فرح عندك حق طبعا. المشكله بقى هنا ايه؟ ان احنا بنتعامل مع الارق ده على انه حاجة عادية ممكن يعني كده نكون متكيفين معها وخلاص. واحد صاحبك مثلا يقول لك يا عم ما تاخد منوم أو هينيمك وتمام، دي بقى كارثة كبيرة جدا. ليه بقى؟ لأن النهاردة المنومات في مثلا 80% من المنومات ما هياش جدول، ما هياش يعني لازم تبقى الدكتور كاتب لك روشتة عشان
عشان تروح تجيبها من الصيدليه. صح. فانت بتبتدي تجيب المنومات دي مثلا او اي حد عنده مشكله في النوم ويفضل ياخد فيها. وعلى فكره تاثير المنومات اللي من غير روشته دي بتعمل كوارث عندنا في المخ بجد. انا صح. في دكتور ابكار كنت بتكلم معاه قال لي الموضوع ده وقال لي نقطه ثانيه كمان يمكن فرح اتكلمت فيها كده شويه، حته النهارده ان انا ممكن انام بس اصحى حاسس ان انا مش نايم. ليه بقى؟ لان انت النهارده الارق او فكره الارق ما بتدخلك مش بتدخلك في النوم اللي هو العميق. انت بتوصل يعني بتوصل لليفل في النوم سطحي، لا جسمك بيستفيد صح. ولا عقلك بيستفيد. وبتفضل في ناس وهي نايمه يا فرح تقول لك ايه انا نايمه بس عقلي شغال. ده ليه؟ ده من مش قادر يفصل، ده من اسباب كمان الارق. فانت النهارده لما تنام لازم تنام بعمق، لازم كل حته فيك تستفيد من النوم. فطبعا نقط كتير جدا جدا، ولازم دام انت حسيت بان انت راجل عندك ارق او ست عندك ارق ما تلجئيش للحل الاسهل وهو المنومات، روح لدكتور اتكلم معاه. ولازم ان احنا نتعلم كمان ان احنا نهيئ بيئه مناسبه بقى للنوم، يعني كده النور يكون مقفول، الاضاءه تكون قليله جدا. في ناس ما بتعرفش تنام لو الدنيا كحل مثلا، اعمل كده، هيئ نفسك وهيئ عقلك ان هو يرتاح. ابعد الموبايل عنك، اسمع شويه مزيكا هاديه جدا مثلا صح. قبل ما تنام صح. ابعد تماما طبعا عن الكافيين، القهوه، الشاي، ساعد نفسك ببساطه. بالظبط. انت عارفه في كمان حاجه كنت قارياها قبل كده، لانه ساعات يعني خليني اطمنكم ان اعتقد بعض الناس جالها ارق قبل كده في حياتها، لانه مثلا ساعات بتعدي فترات في حياتنا احنا مش كويسين فيها، بنفكر كتير، قلقانين، عندنا فتره امتحانات، فتره ضغط في الشغل، فده طبيعي جدا انه يحصل. المهم ان انا قريت انه لو انت قاعد في السرير لمده 20 دقيقه مش عارف تنام قوم، يعني ما تحاولش انك تنام بالعافيه وانت بتفكر، قوم افصل مخك وعقلك عن النوم لمده 15 دقائق لحد ما تنعس وارجع نام تاني. لكن ان انت تحاول ساعه وساعتين تنام في السرير ده بياخد من طاقتك، وانت بتحس ان انت مرهق وكانك نمت وانت اصلا عينك ما شافتش النوم. فافصل، وزي ما هايدي قالت فعلا اقفل النور، او مثلا خلي فيه نور خافت كده في الاوضه، يعني زي ما انت بترتاح انك تنام ازاي. طيب خلينا بقى نخرج من موضوع النوم ده شويه ونفوق بقى. هتكلم معاكم عن دراسه هي غريبه شويه بس انا اقايد الدراسه دي جدا، او انا معاها. هي دراسه اجنبيه اتعملت في كولومبيا بتقول ان الرجاله بتعاني من وجع القلب بعد الانفصال اكتر من الستات. ازاي يعني؟ معاها ازاي؟ انا معاها جدا. يعني انت شايفه ان الراجل بيعاني من بعد العلاقه اكتر من الست؟ ممكن اقول لك ليه؟ طب انا هقول لك ليه. طب اسمعي وجهه نظري. عشان احنا الستات بندي وقتنا للزعل. بمعنى ايه؟ انا النهارده دخلت في علاقه وفشلت فيها، فانا عندي صاحبتي هايدي هكلمها اشتكي لها وهعيط وهطلع الزعل اللي جوايا ومش هكبت على نفسي ابدا، وهحكي لمامتي وهحكي لاختي وهدي وقت للزعل ومش هخرج ومش هسافر وهقفل على نفسي. هو بيعمل ايه؟ يا عم ده انا سبتها، ده انا خلاص طلقت، والله ابدا ده انا خلاص سبت. لا، هم بيبقوا اسرع في الموضوع ده. يعني فايه اللي بيحصل؟ هو بيبقى فاكر نفسه ان هو ما اداش وقت لنفسه انه يزعل، فعدى الوقت سريعا، ما اتكلمش، ما طلعش اللي جواه، فقفل على نفسه. طيب بعد فتره بقى هقول لك، بعد فتره شهر شهرين لما الحياه تبتدي ترجع للنمط الطبيعي بتاعها، هي فين؟ هي كانت بتكلمني، كانت بتقول لي كلب، كانت بتقول لي مش عارف ايه، دلع يعني يرجع آخر. يرجع، ما هو ما اداش نفسه وقت انه يزعل، فرجع للواقع انها مش موجوده. انا زعلت، هي زعلت، البنت زعلت، هو ما زعلش. طيب خلينا الاول نقول تفاصيل الدراسه وبعد كده بقى يعني هقول لك بقى كل حاجه هنتناقش مع بعض هنتناقش. بصي يا ستي، سواء الدراسه دي اتعملت على ستات او رجاله، هم اتعملت عليهم على مدار 6 شهور من بعد الانفصال. يعني جابوا كده عدد من الناس ستات ورجاله انفصلوا عن بعض وعملوا رنين مغناطيسي على دماغهم وهم بيتفرجوا على صورهم، بيفتكروا بقى الذكريات، بيفتكروا الاكس، بيشوفوا مين بيعاني اكتر. الراجل ولا الست؟ هم قالوا ان الراجل. طيب انا هقول لك بقى الباحثين، يعني انا وجهه نظري خاصه مختلفه. الباحثين اللي شغالين على الدراسه دي يعني ده انا مقتنعه بيها الصراحه، لقوا ان صحه الراجل الجسديه والعقليه اتدهورت اكتر من الستات. مش بس كده، كمان الانفصال بيكون ليه اثر سلبيه جدا 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 جدا، ممكن بعد الشر على جميع تؤدي للانتحار. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي انا مش قلت لك؟ لا الموضوع طلع كبير قوي. يعني انا كنت بصراحه فاكره ان الستات هم بس اللي بيحسوا، بس خلينا يعني يا فرح نقول ان اكيد الدراسه دي ما اتعملتش على الرجاله المصريه. ليه بس كده؟ ليه ليه ليه؟ انا مستغربه بصراحه، يعني شايفه كمان ان الستات
عندنا او عموما بشكل عام مرهفين الحس قوي، وبيبقوا اصلا فكره ان هم يدخلوا في علاقه الست بطبعها بتحب الاستقرار، ما بتحبش تخرج من الامان بتاعها او الكومفورت زون بيقولوها كده يعني، وعاطفيه اكتر وحساسه اكتر من الراجل، ومهما كانت قويه ومستقله في شغلها وعندها منصب كويس وعندها مثلا طبعا مصدر دخل مثلا مادي، فهي في كل الاحوال مش محتاجه النهارده اصلا ان هي تبقى مسنوده على حد، بس ده ما يمنعش ان مشاعرها دايما هي اللي بتاثر عليها، وان هي بتحس بالم ووجع بعد الانفصال يعني مش قادرين نفهمه. بس انا مع رايك شويه فرح في حته ان النهارده الست تاخد وقتها جدا كله جدا. كامل مكمل في الزعل، يعني هي بتزعل وبتكلم صاحباتها يزعلوا معاها وبتروح هنا وبنجيب ناس تزعل وبنجيب ناس تزعل وبتروح لماما بتروح لبابا وبتقعد تتكلم وتحكي، فهي بتخرج كل المشاعر السلبيه اللي جواها. بس الراجل يعني ممكن يكون بيعاني بعد الطلاق معاناه مختلفه، ان مثلا اللايف ستايل بتاعه بيتغير، طريقه اكله مش بقى حد بيحضر له اكله، مش حد حتى بياخد رعاية. باله مش حد بياخد باله مثلا انت لابس ايه انت عامل ايه. في على فكره ستات بجد ما شاء الله عليهم بيهتموا بادق التفاصيل للراجل، يعني بتشوف هي لا انت هتلبس النهارده الكرافات دي اللي لايقه على البدله دي، مزبوط. انت هتعمل ايه، انت النهارده مش هتاكل في الشغل ازاي، فهو بيفتقد فكره الدلع طبعا. شربت الشاي، شربت القهوه، مودك عامل ايه، اخباره ايه، بيفوق بعدين بقى. لا الفكره هقول لك والله في حاجه تانية، انه فعلا الراجل يهايدي لما بيحب بيحب بجد. يعني عامه الراجل من وجهه نظري انا صعب يحب، اللي هو الحب، احنا الحب عندنا بيبقى اللي هو ايه، يا قلبنا زي ما انت قلتي ضعيف شويه، فلو انا حبيت انا مش عارف ايه بنتعلق اسهل، هم عشان يقولوا كلمه بحبك من قلبهم بيبقى الموضوع واخد منهم وقت ومجهود عشان يبقى المشاعر صادقه 100%. بس هو بيدوسوا في اي اتجاه برضه سواء صادقه او بصي بالصدقة. في فرق بين انه يبقى حب او اعجاب او اي حاجه عدت كده، فرق بين حب حقيقي هو فقده. ايوه ده حقيقي، فان هو يفقد حب حقيقي صح، والعيله والاسره بيتعذب بجد بيتعذب، لكن احنا بنتعود وبنتاقلم اسرع على الحياه وعلى التغيير بصفه عامه. خلي بالك والله لا مش عارفه إيه؟ لا انا مش حاسه الله برضه ما اقنعتكيش يعني؟ لان لا الست صعب تتاقلم خالص. الست صعب تتاقلم؟ الراجل بتاقلم اسرع. لا احنا بنتاقلم اسرع. طيب هنشوف الناس هتقول ايه في اخر الفقره. يلا بينا. طيب طبعا احنا يعني عايزين ناخد الموضوع ده بره شويه، لان انا وفرح حاليا مختلفين. بس خلينا لاول مره في حياتنا. اول مره. بس خلينا بقى نروح لموضوع حلو قوي، وهي برضو دراسه يا فرح، اما تشوف رايك فيها ايه دلوقتي. هل الستات بتحلو بعد الطلاق؟ ايه رايك يا حلوه؟ الستات بتحلو بعد الطلاق، هي في جمله بتتقال وشك نور كده ليه لما اتطلقتي، هي دي جمله بتتقال. بس على حسب، اذا كان الطلاق ده او العلاقه دي كانت علاقه مؤذيه جدا ليها وهي مش مبسوطه ومش مرتاحه وجايه على نفسها وعلى اعصابها، فالطبيعي انها تبقى مطفيه يا هايدي. طبعا يعني هتبقى مطفيه وخسه وشكلها مش حلو ومثلا يعني وشها دبلان كده ليه، لان هي نفسيتها مش كويسه، اذا فهي مش بتاكل، اذا فهي مش بتنزل، اذا فهي ما بتعملش اي حاجه بتبسطها، فطبيعي ان فعلا وشها هينور لما تنفصل عن الشخص الغلط. احنا ضد الطلاق، احنا عمرنا ما بنبقى نحرض الناس على حاجه زي كده، بس صح. لو العلاقه مؤذيه فنعم احنا طبعا مع حاجه زي كده، وانا مع الدراسه دي. صح معاكي حق طبعا. يعني طبعا هو الدراسات العلميه بتقول الكلام ده، وان زي ما انت قلتي كده صحتها بتتحسن وفي تفاصيل كتير جدا ممكن تحصل، النوم كمان عدد ساعات النوم بتكتر، فما بتهتم بنفسها اكتر، الحاجات دي يعني. هي زي ما انت بتقولي يعني الفكره كلها في الشخص، انا النهارده لو معايا شخص صح وحصل مثلا بينا مشاكل خارجه عن ارادتنا احنا الاثنين، فالموضوع بيودي لفين؟ ان انا بعد ما بتطلق لا بفتقده في الحياه، بحس ان انا خلاص ما بقاش ليا سند ولا ليا حد في ظهري، والمشاركه والاسره والولاد. لكن لو حد غلط هو فعلا الست هتنور بعد ما تسيبه. الستات كمان يا جماعه بتحس ان هي فتحت صفحه جديده جدا في حياتها، وان هي عدت المحنه دي، لكن برضو احيانا بيبقى في كده نوع من انواع الرسائل يعني المستخبيه نقدر نقول للزوج،
ايه ان هو مثلا ايه، شفت انا بقيت احسن ازاي من غيرك، شفت انا مثلا رحت عملت النهارده مش عارفه شعري ايه، شفت انت مثلا كنت خانقني، كنت مش مديني مساحه في حياتي تابتني. ان انا حتى اروح كوافير ابص لنفسي، اعمل شعري، اروح اعمل ضوافري. هو طول الوقت كان مثلا محسسها بالذنب، ان هو انت ازاي هتاخدي وقت لنفسك او يوم لنفسك، وانا فين وبيتك فين، بيتك اولى، اولادك اولى. صح. لا انا مع جدا جدا ان النهارده الست لو عندها وقت لنفسها فهي هتقدر توزع طاقه على كل اللي حواليها حلوه. صح. لو النهارده الست مقفوله عليها، مخنوقه، حياتها مش كويسه، نفسيتها سيئه، فهي كل ده الام مرايه، فهي النهارده هتنقل كل ده انطباع لاولادها، وهتبقى ست مطفيه بالمعنى. صح. صح فعلا، لان خلي بالك الست لو عندها سلام نفسي، او الام لو عندها سلام نفسي، تحس كده انها فعلا منوره. مش لازم تكون متطلقه عشان تبقى منوره، ده في ستات متجوزه كتير جدا بيبقوا منورين، لكن احنا بنتكلم على العلاقات المؤذيه. لما تبقى اتخلصت من علاقه مؤذيه فطبيعي جدا ان وشها ينور ويكون باين عليها الراحه النفسيه. لان الواحد لما بيبقى مرتاح بيبان على وشه جدا، على تصرفاته وعلى كل حاجه. بس ايه رايك بقى نروح نشوف كده راي الناس في الشارع ونرجع؟ يلا بينا. يلا بينا. انا شايفه الستات فعلا بتحلو بعد الطلاق، لان اللي بيبقى طابق على نفسها بيبقى كده. الست دايما لما بتكون نفسيتها كويسه وهي متجوزه اكيد نفسيتها تبقى احسن. اي ست بتبقى محتاجه ان يكون في راجل في حياتها. ممكن اشاعات، لان بيكون بتتحمل مسؤوليه اكبر. ما بتحلوش ولا حاجه، بل بالعكس ده بتتكسر. اي حاجه بتتخف عليها ضغوط بتبقى احسن طبعا. من وجهه نظر اللي حياته بتبقى اصعب الست، لان هي في نظر المجتمع مطلقه، فدي حاجه رخمه قوي. لا الراجل اكيد يعني، لان الراجل لما يتعود على واحده من طبيعته بيبقى مش ممكن ما يتأقلمش مع واحده تانية غيرها، عشان بتشيل مسؤوليات كتيرة عن الراجل، ممكن هو يعيش حياته يعني شويه. الاثنين هيبقى اصعب، الست تبقى حياتها صعبه والراجل مش هتبقى سهله برضه، بالذات لو كانوا متجوزين بعض عن حب. الست هي اللي بتعاني بعد الانفصال نتيجه الضغوط الماليه اللي بتحصل عليها، نتيجه الضغوط الاجتماعيه النفسيه، كل ده بتبقى ظروفها تبقى اصعب. الطلاق عامه ممكن يجي من ناحيه الست بسبب ان هي ما بتبقاش خلاص حاسه بامان من ناحيه الراجل. مش بيجي غالبا من ناحيه الست بس، هو من وجهه نظرها ان هي مضغوطه دايما وكل الحمل عليها، فهي بتطلب الطلاق بكده. قفلت منه خلاص، فاض بيها، مش عارف يديلها حقها زياده عن اللزوم، وهي بتبقى شايفه ان هي يعني ما تستحقش الحاجه القليله دي منه، او ان هو مثلا ممكن يبقى عينيه زايغه. الزوج بيكون مقصر في حقوقها دايما، هي شايفه نفسها هي المضحيه وان الراجل هو المقصر. بقى خلاص وصلت لمرحله لازم تعمل فيها ستوب بقى للموضوع الجواز كله يعني. غمة ونزاحت. يعني شفتي يا فرح؟ مش لا يا واحده قالت لا. لا لا بس هم مع حاجه وكلنا متاكدين منها، ان ممكن تكون خطوه الانفصال دي صعبه جدا، وممكن اي ست اصلا ما تقدرش ان هي تعديها، وحتى لو عدتها بيكون في يعني حمل وضغط ومسؤوليات كبيره قوي. بس احنا طبعا بنتمنى من لكل ست ان هي تعدي المرحله دي على خير، وان هي تقدر تتجاوز المحنه دي. طبعا يا ريت. طيب تيجي بقى نقول لهم عندنا ايه النهارده؟ يلا بينا. طيب اول حاجه بقى عندنا هنتكلم عن العلاقات المؤذيه. يعني انا كنت اديتكم كده شويه انترو صغيره، لكن هنتكلم على العلاقات الفاشله والعلاقات المؤذيه. ازاي انسحب من علاقه لو انا شايفاها بتاذيني، او علاقه مش كويسه اتاكد ازاي لو كل اللي حواليا بيقولوا لي ده وحش، او العكس صحيح اللي حواليك بيقولوا لك ان البني ادمه دي مش كويسه او وحشه، او انت بقى بيقولوا لك يعني خاصه البنات، لان احنا بتبقى دماغنا شويه عناديه وناشفه، يعني بيبقى متمسكين عشان خايفين نخرج من الكونفرنت زون، او خايفين ما نلاقيش حد نحبه تاني، او بنبقى بنحبه متعلقين زي ما قلنا من شويه. ففكره ان انا انسحب من علاقه او اخرج منها بتبقى صعبه جدا. فازاي اعرف انا في علاقه مؤذيه بتاذيني، بتستنسب من طاقتي فعلا، انا مش مرتاحه، انا وشي مطفي؟ بيبقى الموضوع ده صعب. ان انا اخرج من علاقه بيبقى صعب، او انسحب بيبقى موضوع صعب جدا. ممكن الراجل بيبقى اسهل عليه زي ما قلنا في الاول ان هو بينسحب بسهوله، لكن بعدين بيرجع يندم او بيحس باللي عمله. لكن الست تفضل تعافر وتعافر ومصممه انها تكمل. واهم حاجه بقى، اهم حاجه في اللي هقوله دلوقتي، ان هي بتبقى عايزه تثبت لكل اللي حواليها انها صح، وان اللي في دماغها صح، وان هو بيحبها، وان هو ما يضحكش عليها. وبتبقى مش عارفه النتيجه بتكون احسن انها تفضل مستمره في علاقه مؤذيه سنين وسنين. لان هي بقى بتقول ايه، انا بقى لي معاه سنتين، انا بقى لي معاه 4 سنين، معقول السنين دي كلها تروح على الارض؟ يعني همشي واسيبه كده عادي؟ طب وعمري؟
طيب ده بقى ان احنا هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله مع ضيفتنا داليا نبيل، استشاري العلاقات الاسريه والمعالج النفسي عن العلاقات المؤذيه، وامتى نقرر الانسحاب، وازاي نتجاوز الفتره دي ونتعافى بدون ما نسيب اي اثر على المستقبل وعلاقتنا بعد كده مع الناس. يعني يا فرح موضوع مهم قوي قوي، ومبسوطه ان احنا نتكلم فيه النهارده بكل تفاصيله، سواء بقى اصلا ايه العلاقات المؤذيه، ايه انواعها، ايه تفاصيلها، ازاي اصلا اعرفها، كل حاجه كل حاجه. فكره المعافره كمان في العلاقات، يعني امتى ان انا النهارده اقدر اقول العلاقه دي ممكن تتصلح وتستحق ان دي شعره بين دي علاقه مؤذيه مستحيل هيبقى فيها اي جدوى من كل المحاولات، او لا هي العلاقه دي تستحق مني انا النهارده اعافر شويه. هنعرف كل تفاصيلها طبعا مع ضيفتنا. بعد كده عندنا بقى فقرتنا الثانية، هيكون معانا موضوع مهم قوي وشاغل بصراحة يعني كده ناس كتير قوي الفترة اللي فاتت، وكان نقدر نقول طالع ترند على السوشيال ميديا، موضوع الهرمونات والمكملات الغذائية اللي الشباب النهاردة بياخدوها. علشان بقى ايه، انا بشوف امثله بصراحه مخيفه وصعبه، يعني بشوف عضلات واشكال كده صعبه قوي، وبتبقى باين ان هي مش طبيعيه، بتبقى باين ان هي متاخد هرمونات وحاجات فوق الحد المسموح بيه عشان يعملوا الشكل اللي هو نقدر نقول عليه فورما. كمان هنتكلم غير كده عن التغذيه السليمه والرجيم الصحي اللي النهارده ما يضرش الجسم وما يأذيش باقي اعضاء جسمك، والنهارده تبقي انت كده وشك فعلا باين للناس انه انت مرتاحه ومبسوطه، ما يبانش ان انت عامله رجيم قارص واذيكي واذي شكلك واذي جسمك. يعني هنعرف كل تفاصيل وازاي نقدر نحافظ كمان على الرشاقه بتاعتنا لو انت جسمك مبسوطه بيه كده بس نفسك بقى يفضل كده. بعيدا بقى عن كل المعلومات الغلط اللي بنسمعها في كل مكان، احنا النهارده معانا الفقره هتكون مشرفانا دكتور اروى بدر، اخصائي التغذيه والطب الرياضي. طبعا احنا بقى محتاجين نسالها اسئله كتير جدا عشان نطمن على نفسنا وعلى نظام الغذائي بتاعنا كده، وكل يوم برضو بنسمع حاجه جديده، يعني موضه جديده في الجسم وشكل جديد، والاهم بقى بصراحه من الشكل لازم اعرف اذا كان الرجيم ده مناسب ليا ولا لا، عشان كده استنونا يعني كده عشان تسالوا اسئله كتير قوي. بس قبل بقى ما تستنونا بعد الفاصل عندنا دلوقتي تقرير هنسيبكم عنه، عن سؤال ليه بنستمر في العلاقات السيئه والمؤذيه. المهم بقى ان احنا قبل ما نطلع فاصل زي ما قلت لكم هنسيبكم مع معرض المسافرون عبر الزمن. هو معرض متميز للفن التشكيلي، تجربه مختلفه جدا للتواصل بين الاجيال لفنان عمره ما شاء الله 90 سنه وفنانه تشكيليه شابه، عشان يوصلوا فكره ان المستقبل هو امتداد للماضي وللحاضر. تعالوا نشوفه ونستنونا بعد الفاصل. أحب جدا الريف والعيشة في الريف، وأنا من أصلا من أسيوط، من حتة يعني من المعصرة، اتأثرت بالجو اللي هناك، وكان المناظر جميلة جدا والريف جميل جدا، ومن هناك ابتديت أرسم. رسمت جدتي بورتريه، فأمي انبسطت من الرسمة فشجعتني في الرسم الحقيقة. معرض بتاعي آلة الزمن في محورين ليهم علاقة بالزمن، النظرة التاريخية اللي جوه اللوحات، والفكرة الجميلة لجاليري بيكاسو إيست إنه يكون في دمج بين شغلي وبين شغل الفنان الجميل أستاذ منير اسكندر. الفن المعاصر ليه علاقة وطيدة جدا بالفن الكلاسيك، لأنه إحنا مش هنكسر قواعد لو مفيش قواعد، تطور الأجيال بيجي خطوة ورا خطوة، سلمة ورا سلمة. نقطة التلاقي بين لينا اسامه ومنير اسكندر رغم فرق السنين دي كلها والاجيال اللي بينهم، يمكن منير اسكندر ده في عمر لينا. منير اسكندر فنان لف العالم كله، شاف كل متاحف الدنيا، ليه بصمه مميزه، ولينا بحكم نشاتها بره وتعلمها بره عندها نفس اللينك دوت، ده حاجه مرتبطه بينهم، وان الاثنين بيوصلوا في الاول وفي الاخر ان احنا عايزين نعيش الحياه بسيطه ما فيهاش مشاكل راقيه. الصورة دي شوفي، أنا أحب رضا أوي وأحب عيلته أوي، وبالتالي حبيت أعبر له عن حبي، فقلت له أرسم لك أولادك، فرسمت العيلة.
لما جيت هنا وشفت شغل الأستاذ منير اسكندر مرتبط بالشخص الطبيعي أكتر، هو بيرسمه لكن بيقدم لك إحساسه أكتر. لكن لينا كانت متحررة تماما، بعيدا تماما عن الرسم الكلاسيكي أو كده إن صح التعبير، يعني هي متحررة، بتحط رموز، بتحط أفكار متعددة جوه اللوحة الواحدة. يعني طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب، يعني الست أم كلثوم رحمة الله عليها كانت عندها كده واضح مؤشرات مبدئية وفاهمة كل حاجة احنا مش فاهمينها. النهاردة العلاقات المؤذية، العلاقات المؤذية والسامة، وبقى نقدر نقول 100 تعريف ليها، بتعمل فينا ايه؟ بتدمرنا، بتحولنا لناس فاقدي الهوية والثقة في نفسهم، ما عندناش تطلعات لأي حاجة قدام، لأن العلاقة السامة دي هي في ظهرك، نقدر نقول كده بالبلدي بتنخر فيك، بتشيل منك كل حاجة ممكن أنت أصلاً تبقى أحسن فيها، بتعمل فيك اللي ما يتعملش طول حياتك، وأنت إيه بقى اللي بيحصل؟ أنت مستسلم، أنت قاعد وسايبها تنهش فيك وتاكل فيك وتدمرك وأنت مش عارف توقفها عند حدها. النهاردة إزاي أعرف إن أنا في علاقة سامة، علاقة مؤذية؟ إزاي أصلاً أقدر أحدد؟ ما هو النهاردة في شعرة بين العلاقة المؤذية والعلاقة اللي ممكن أعمل فيها محاولات وتبقى علاقة طبيعية، لأن أنا النهاردة مش ملاك، بس أنا برضو إنسان طبيعي محتاج قدامي يكون في إنسان سوي، فلما أتعامل مع إنسان غير سوي أنا هبقى في يوم من الأيام أنا كمان إنسانة غير سوية وهيدمرني ويخليني رايحة في اتجاهات كتير قوي وحشة. طب في كام نوع النهاردة للعلاقات المؤذية؟ في أنواع كتير قوي، ممكن يبقى في بيتك في إنسان بيأذيك والنوع ده ينطبق عليه بس انت متعود عليه او حاسس ان هو ده الطبيعي اصلا. ما هو يا جماعه احنا مش ملايكه، احنا مش ملايكه بس احنا لازم نتعامل مع بشر اسوياء، يقدروا ان هم زي ما بياخدوا مننا طاقه وبياخدوا مننا عمرنا، بياخدوا مننا كل حاجه، هم كمان يدونا كل حاجه حلوه. اسئله كتير قوي مهمه النهارده هنناقشها بتفاصيل كده مع ضيفتنا الاستاذه داليا نبيل، استشاري العلاقات الاسريه والمعالج نفسي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ازاي كده؟ الحمد لله. طبعا احنا اول سؤال بقى عايزين نساله ونعرفه، ازاي اعرف ان انا في علاقه سامه او علاقه مؤذيه؟ خمس حاجات لو أيوة. اجتمعوا الخمس المظاهر ايوه وانت حاسس بيهم وبينك وبين نفسك متاكد ان هم دول الخمس حاجات اللي طرقوا عليا، بس ما كنتش كده من الاول، طرقوا عليا في حياتي، هو ده يبقى انا في علاقه سامه. اول حاجه انا بسال نفسي في العلاقه دي، يا ترى هو بيحبني ولا ما بيحبنيش، هو عايزني ولا مش عايزني. تمام. فالتشكيك في مدى صحه العلاقه ده اول حاجه، انت بينك وبين نفسك، محدش هيقدر يقول الحاجه دي غيرك. التشكيك اول حاجه. انت بينك وبين نفسك مش عارف صح ولا غلط. تاني حاجه انا دايما عندي استنزاف في الطاقه، يعني تعبان ومرهق وما عنديش انرجي، ودايما اطلع اعمل حاجات حلوه وارجع للعلاقه دي الاقي ان انا بستنزف، يعني زي ما يكون انت بتحوشي طاقه او انرجي والطاقه دي بتخلص بتهدر في العلاقه، فانت دايما حاسه ان انا تعبان. نمره ثلاثه ان انا دايما يعني او في اغلب الاوقات عندي توتر وقلق وكآبه وحزن، بقيت طول الوقت كده زعلان وحزين، حتى لو العلاقه دي بتديني شويه سعاده وبتديني شويه فرح وبحس بانطلاق، بس بعدها او يعني اغلب الاوقات انا مش مبسوط. مكتئب ومبسوط، يعني دي مش مبسوط مسكنات. يعني ده لا ده انا بقى وانا معاها ببسط جدا، ده وانا معاها ببقى مبسوطه وحاسه ان انا طايره، دي صاحبتي الانتيم، بس انا بمعظم الوقت انا عندي حاجه كئيبه كده جوايا، مش حاجه قافله عليا. يعني ايه التقل ده؟ الثلاث حاجات دول. نمره اربعه ان احنا نبقى التقصير، ان انا مقصر مع علاقتي مع ربنا ومع نفسي ومع اللي حواليا، ما انا طاقتي لما تبقى مهدره انا عندي نوع من الهدر للطاقه، فانا مش بكامل قوتي الجسمانيه والنفسيه عشان اقدر اقوم بكل التزاماتي اللي انا متعود عليها مش اللي بتطرق على حياتي. نمره اربعه بيبقى في نمره خمسه فجوه بينك وبين نفسك، عارفه اللي تقولي انا مش عارفني،
انا تهت مني، تحولت لشخصيه تانية مختلفه عشان اقدر اتاقلم واتعود على البني ادم او العلاقه او الصديقه او الزميله اللي دخل في حياتي وهو غريب عليا وبيستنزف طاقتي، فغصب عني بعمل موديفيكيشن، بعمل تعديل في شخصيتي عشان اقدر اتاقلم مع البني ادم. بحارب لا، وبعدين بتغير، بغير من نفسي عشان اقدر اتاقلم. لو مثلا لو البني ادم اللي معايا كئيب فانا غصب عني وانا فرفوشه وبضحك هتحول للكئيب ده. بشويه شويه بتغير. تلاقي تقعدي مع اصحابك بتوع زمان بتوع المدرسه يقولوا لي احنا مش عارفينك انت مين، انت مين، فاكره ما كنتي بتهزري وتضحكي وتعملي مش عارفه ايه وتقولي لنا، او انت بينك وبين نفسك تقولي ايه ده، تبصي في المرايه او تشوفي تعليقاتك على مثلا بوست او على ايه، كم التغيير اللي حصل ده. بخيل، تلاقي نفسك بقيتي بخيله، بتفكري بنفس الطريقه، بتروحي ناحيته غصب عنك. احنا بنتاقلم على السرعه وعلى الاداء وعلى الريتم اللي احنا عايشين فيه ده، مود السرفايفر، اللي انا عشان اقدر اكمل بتعايش فتاقلم. فالتاقلم ده بيخليني نسخه تانية مش انا. طيب فالخمس حاجات دول لو اجتمعوا اعرف ان انت في علاقه سامه. طيب مهم قوي حضرتك قلتيه ده، بس بقى انا ازاي اقدر ابقى مثلا لو انا خلاص امر واقع وانا داخل البيت عندي حاسه ان انا النهارده انطبق عليا الخمس مواصفات، بس مثلا في واحده ناقصه، ازاي اعرف او افرق بين العلاقات المؤذيه؟ يعني العلاقات المؤذيه دي اشكال كتير صح؟ ايه طيب اشكالها؟ في على حسب بعد وقرب العلاقه مني. لو هو جوزي مثلا، لو جوزي وانا خطيبي. اجتمع فرق، تفرق. خلينا في جوزي، خلينا نبدا بالقرب الاول. يعني تفرق، اصل هي العلاقات السامه ممكن يبقى جار، ممكن يبقى حد من العيله، ممكن يكون زميل، صديق، زوج، علاقه شخصيه، علاقه عاطفيه، حاجات كتير قوي، كل دي اسمها علاقات. فانا مش بخصص دلوقتي التعامل مع الزوج او الزوجه، اصل الجار ده حد انا مش هقابله كل يوم. يعني لو انا عندي جار حسود طول الوقت هو داخل معايا مع انها جدعه وطيبه وشهمه وبتساعدني، بس حاطه عينيها في كل حاجه، وعينيها في كل حاجه. فكل ما تقوم من جنبي او تقعد معايا صحيح بلاقي حد ارغي معاه، ولو احتجت اي حاجه بتجيبها لي. في ايجابيات اهو، في مكاسب، العلاقه فيها مكاسب. بس بتقوم من هنا احس ان انا كده طاقه، يعني حاجه طبقه على نفسي، حاجه تعبانه وعايزه انام وجعانه وعايزه انزل اطلع اجري في الشارع. في ناس في حياتنا اكيد باللي انا بقوله ده بيصبحك على ده، بيصبحك مثلا على مكالمه تقعد تشتكي 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 تشتكي، هي خلصت كل الطاقه اللي فيها وهي قامت شافت او شاف كل اللي وراه، وانت حوشتي كل ده فروحتي قاعده في مكان. لا انا عندي سؤال، هو لو انا لو حد كلمنا في التليفون واشتكى واديتني الطاقه السلبيه دي كلها، ده بيأثر بجد على طاقتي جدا وعلى مجهودك وعلى صحتك النفسيه وعلى عطائك للاخرين وعلى حبك لنفسك وعلى تقديرك للذات، كل حاجه. طيب انا عايزه اعرف برده، بس انا مش من اول مره، انا بس عشان ما نبقاش متوحدين في الحياه. مش من اول مره، يعني احنا دلوقتي صحاب، فانا امرها دلوقتي بظروف وانت عارفاها، فانا بكلمتك فالطبيعي ان اشيلك مره اتنين، انما لما ابقى طول الوقت بقول لك الوحش بس وما بنسى، ما بتبقيش موجوده في الحلو، وما بفكركيش بالحلو، والاقيكي عامله بقى صور سوشيال ميديا وفي افراح وعيد ميلادات وانا مش موجوده، أول وانا كئيبه بس اسفه ترجعي، يعني اول ما تيجي تطلع المشاكل السلبيه تجيلي. تطلع عليا انا بس. يبقى دي علاقه سامه فعلا، دي علاقه مؤذيه لانها مش بتشارك الحلو. ايوه صح. طب خلينا بقى نقول العلاقات دورها ايه في حياتنا، العلاقات الحقيقيه. في جامعه امريكيه عملت علاقه مرت على 80 سنه، خدوا شريحه من الناس ستات ورجاله كانوا زمايل في الجامعه وعملوا دراسه 80 سنه، يعني خدوهم من هو صغيرين علاقات، لقوا ان الناس اللي عاشت علاقات سوية صحية صحتها أكتر أحسن، أداء نفسيا أحسن، عمرهم أطول، مدى الأمراض اللي أصابتهم أقل كتير أكيد جداً، من الأمراض اللي بتصيب الناس التانية جداً، الضغط والسكر والكانسر كل الحاجات دي كلها، اكتشفوا إن الناس اللي عاشت بتعافي نفسي نتيجة وجود صحة نفسية للعلاقات اللي موجودة في حياتنا. فطلعوا خلاصة كده، العلاقات السوية تساوي سعادة، بما اني سافرت السعادة فهي دي واحد نمرة واحد، علاقات سوية طبعا بعد ربنا وكده، علاقات سوية اجتماعية سوية صحية تساوي سعادة. طيب السعادة، طب هو انا مطلوب ايه مني من العلاقة؟
يعني العلاقه بنبقى داخلينها المفروض بتديني ايه؟ 5 حاجات: احتواء، دعم، مشاركه، تقبل، والخمسه حب وسعاده غير مشروط. يعني غير مش مشروط. انت النهارده انا بحبك النهارده مش موجود ده. لا معلش ده ماما بس لا تعالي بس لا بس يعني الـ5 حاجات موجودين بس لا. بيبقى في سلبيات برضه نرجع للاصل. خلينا دايما نرجع لان في كور انا بتعامل عليه. لو انا اقتنعت ان ده موجود في الكون يمكن ما جاليش لحد دلوقتي بس انا مقتنعه ان هو موجود مصيره يوم هيجي، انما رفض الفكره ان هو مش موجود اصلا استحاله يخش بابي. عشان واحنا بنعمل شعرنا يا فرح سالتها سؤال قلت لها دلوقتي هل ممكن انا اشد ناحيتي طاقتي اشد ناحيتي كل العلاقات المؤذيه؟ قالت لي ممكن زي ما هي دلوقتي بتقول فعلا جدا. طب انا ازاي اغير الطاقه بتاعتي عشان ابعد عن نفسي اي حاجه وحشه؟ اولا لو حصلت تروما او يعني صدمه واحنا صغيرين عملت برمجه نفسيه جوانا بمعنى ان انا دور الضحيه، ان انا دايما ضحيه، ان انا اخري ده اخري، انا ما استحقش غير كده، ان انا مثلا كثيره المشاكل، ان انا فقر، ان انا نحس. بتلاقي اطفال صغيرين بيسمعوا الكلام ده بس هم وهم كبار نسيوا. فاحنا لما بنخش بالعلاج بتحرير المشاعر السلبيه بكذا تكنيك، وده صميم شغلي حاليا، ان انا اخش جوه بالتدريج 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 لحد ما انزل لقاع المشكله واساسها هي جت منين، ايه اللي بيخليك تستحمل العلاقه المؤذيه، او ايه اللي يخليك دايما بتجيلك. طول ما في درس ما انا ما اتعلمتوش في الدنيا هيفضل يتكرر لحد ما الكون يتاكد انا خلاص حفظت الدرس، انا شكرا للتجربه مع السلامه دلوقتي. وتلاقي نفس النسخه بتتكرر تكرر تكرر مع اختلاف الاسماء او المواقع او الاسماء بس نفس الشخصيات بتنجذب. زي احمد زي نهى زي كلكم شبه بعض، كلكم بتجذبوني معقول؟ انا اللي بكذبه، انا اللي بكذبهم بطاقتي. ايوه يعني انا لازم النهارده احرر كل معتقداتي بقيمي اللي راسخه جوايا واللي انا ممكن اكون يا حرام انا مش مسؤوله عنها، وهي غالبا 90% ما في جلسه عملتها وبالعقل الباطن وبنغمض عينينا وبنسترخي وببتدي اكلم العقل الباطن الا لما انزل لتحت وانا عندي 4 سنين وانا عندي 5 سنين. ومعلش انا اسفه رجاله كبار بمديرين وسيدات في مراكز مرموقه وهم اقول لهم حصل كده وانتم صغيرين وهم صاحيين بقى وبيكلموني لا 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 انا عمري ما اتعرضت كده، ده انا الطفل المدلل، خش بقى نام بقى وتعالى بقى مش نام نجيب بقى الطفل المدلل. لا احنا ايوه شفاء الطفل الداخلي ده 99.9 بيحل المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها. يعني ممكن اخرج من الجلسه بجد مهم جدا، ممكن اخرج من الجلسه حاسس اني مرتاح وما اقدرش بعد كده اكذب كل الناس الوحشه ليا. انا اخرج حد من الجلسه مهما طالت الا لما يخرج مرتاح. بس انا عندي سؤال، انا مرتاح بس مش معلش انا مش ساحره، انا مش هخلص كل المشاكل في قعده. طبعًا احنا طبعًا. ممكن بنشيل ليش اول يعني قشره هي بتبقى اللي جايه بس نشيلها نلاقي حاجه تحتيها نلاقي حاجه لحد ما بيخلصوا. والحمد لله في نتائج على الارض حلوه جدا 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 بتقول ان انا ينفع الحاجات دي ما تتكررش في حياتي تاني وانا حياتي احسن، انا حياتي اتحسنت. بس فعلا انا اعرف موضوع اللي هو الانرجي والطاقه والحاجات دي كلها، بس الفكره ان انت بعد ما بتخلصي بتكوني تخلصتي من المشاعر، فزي ما بيكون يجي لك عياط او مشاعر كابته بقى انت بتحاولي تخرجيها فانت مش بتبقي كويسه في ساعتها. يعني انت بتبقي كويسه على مدار اليومين والثلاث ايام اللي بعدها ان انت بتبتدي تطلعي الطاقه اللي كانت جواكي او حاجه كابته على نفسك كده، مش ساعات تحسي انا مخنوقه انا مش عارفه مالي كل حاجه في حياتك كويسه بس انت في حاجه كابته على نفسك ففعلا الطريقه دي اللي بتطلعها بس على مدار ايام بس. هقول لك حاجه، طيب أنا احنا نفسي هنجاوب على السؤال بس بس للاسف لازم نطلع فاصل. اتفضل ونرجع نكمل بقى كل الحاجات الحلوه. طيب نطلع فاصل. طيب مكملين معاكم عن العلاقات المؤذيه وليه اصلا بتمسك بيها لو انا حتى فيها وايه اصلا بيخلينا نروح لها، هنعرف كل ده برده من حضرتك بس الاول نجاوب سؤال فرح قبل نرد بقى على السؤال. بتقولي لي في الجلسات بيحصل حاله من تفريغ المشاعر بالظبط. بصي انا عامله ميكس ما بين يعني ان انا اعمل هيلينج وان انا ابقى خارج من الجلسه مرتاحه، فبميكس كده مع شويه حاجات احنا بنطلع وبعدين بنتخيل الحياه الحلوه اللي احنا محتاجينها، فانا لازم اللي عندي يمشي
هو مرتاح ومتخيل هو عايز يروح فين. يعني أنا الدنيا حصل فراغ وتفريغ للمشاعر السلبية دلوقتي، فبنوصل مع بعض لأنا نفسي أروح فين، فبيبتدي يبتسم وهنا أو يعني أنا خلاص أنا مرتاح، فتبتدي الجلسة. بس النتائج الحقيقية بتبقى بعد 48 ساعة. ممكن بعد الجلسة يبقى بقول له ممكن تبقى جعان قوي، مش حاسس بحاجة، عايزة تنامي قوي، عايزة تطلعي تجري، مش عايزة تشوفي حد، عايزة تقعدي لوحدك. يعني كل واحد بيعمل الليز ده، التفريغ الطاقات دي بطبيعته. في حد ممكن يبقى جاله مغص، يخش الحمام كتير، كل دي مشاعر. ممكن أثناء الجلسة المشاعر تطلع على شكل عايزة أخش الحمام بسرعة بسرعة بسرعة، وده بيحصل، بتوتر قولون فعلا. لما بتبقى هو شايف ان مثلا مشاعر الخوف دي متركزه في بطنه، فبنقعد نتعامل مع مشاعر الخوف، نتعامل معاها لحد ما هي خلاص سيبها بقى، خلاص يبقى عايزه تمشي، تبقى ماسكه المشاعر. بس هو لازم حد يجرب علشان يبقى فاهمين. طيب دي تكنيكس عالميه، يعني مش احنا اللي مختارينها. انا عارفه التكنيك دي وقاري عنها كتير جدا، عشان كده عارفه ايه المشاعر اللي بيحصل بعدها فيها. بس بقى نفوتها يعني يومين ثلاثه بعدين. لا بيبقى الموضوع عادي. ما هو يعني ما ينفعش نبقى عايزين كل حاجه وعكسها، ما انا لازم ادي فرصه لجسمي ان هو. برافو عليك. ما ينفعش ابقى انا عايزه اخلص مشاعري السلبيه والعياط اللي جوايا والزعل والكتمه، وفي نفس الوقت مش عايزه يحصل لي حاجه. وما ينفعش مره واحده طبعا، يعني مش حاجه. هو البرد ما بيروحش من اول قرص دواء، ده في مراحل. صح طبعا. للاسف احنا في الشعوب العربيه مختلفه عن بره شويه، ان احنا عايزين حل سحري. عشان يمكن كمان احنا يعني هي يمكن بره في ثقافه ان ممكن اروح كل اسبوع اصلا لمعالج نفسي حتى لو انا مش محتاجاه، اروح بس افرغ. بس ده بقى برضه هياخدنا للسؤال اللي انا من اول حلقه عايزه اساله لك. اتفضل. دلوقتي انا ليه اتمسك بعلاقه مؤذيه او علاقه سامه؟ وليه ممكن يتفاوت الموضوع عند شخص وشخص؟ يعني ممكن شخص يتخلى عنها اصلا، وفي شخص موضوع بيبقى عنده حياه او موت، مش هسيبه يعني مش هسيبه. بصي خمس حاجات برضو. اول حاجه التعلق، تعلق مرضي مش حب. فانا مش هموت من غيره، مش قادره استغنى عنه، حياتي هتقف يعني. بنسمع الكلام ده واحنا بنقوله طبعا، بنسمعه بنقول ان ده حب، بس ده تعلق مرضي. وفك التعلق هو اللي بيخلينا نقدر. انما صعوبه مرحله تعدي الالم او ازاي نفك التعلق دي مش سهله، بس بتتفك، ولما بتتفك بنبقى احسن. تاني حاجه الخوف. الخوف بقى كذا حاجه، الخوف من الفقد، الخوف من المجهول. انا بعد ما يمشي من علاقتي دي هبقى رايحه فين؟ اروح فين؟ ده انا هبقى فاضيه، ده انا مش عارفه ايه، مش هلاقي حد. دي صاحبتي دي لو سابتني، ده هي اللي بقول لها كل حاجه، هلاقي منين؟ خوف، خوف من كلام الناس، خوف من الفشل، خوف من يافطه مطلقه او صحابي بيبعدوا عني. خوف كتير بقى من كل حاجه. افكار بصفه عامه كتيره. الخوف ومصادره أو أنواعه من أكبر الحاجات المرعبة اللي بتخلي الناس بيتمسك باللي في إيده. أنا مش عارفة الرايح مجهول، مش اللي بيقولك اللي تعرفه أحسن ما تعرفوش. تالت حاجة ضعف التقدير للذات. يعني أنا شايف نفسي إن ده آخري، أنا أستاهل إن أنا معلش أتخان، أنا أستاهل إن أنا أتضرب، أنا أستاهل إن أنا يتقال علي، أنا أستاهل أستاهل. دي برمجيات قديمة أنا مش مسؤول عنها، عدم تقدير. بس أنا مسؤول إن أنا أقدر أغيرها دلوقتي. بتتغير بس أنت لما تبقى عايز. رابع حاجة اختيار دور الضحية. أنا حابب إن أنا أفضل ضحية وأفضل طول النهار أشتكي، فخلاص شفتي عمل فيا، شفتي قالت عليا، يعجبكوا كده، يرضيكوا كده. فطول ما أنا عندي حاجة معيشاني دور الضحية، بلاقي حد يطبطب عليا، بلاقي حبة الدور، بلاقي انه حباه وما عنديش ليه بديل. يعني انا لو اتخليت عن دور الضحيه هبقى ايه؟ هبقى ايه؟ هبقى مستمتعه؟ هبقى عادي؟ لا 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 لا، ما هو الناس مش هفقد التعاطف اللي انا مكتسباه من الناس. نمره خمسه، تروما قديمه اللي احنا اتكلمنا عنها موجوده منذ الصغر، بتقول ان ده يعني زي ما بيقولوا كده، ده نصيبك، ده عدلك، ده اخرك، انت هنا كويس، انت هنا كويس. هو ده. دول الخمس حاجات اللي بتخلينا نتمسك بعلاقه حتى لو هي مؤذيه ومضره ومؤلمه. طيب احنا معانا شويه تليفونات كده، ناخدهم كده ونرجع بقى شويه. ناخدهم كده شويه. طب هناخد اول نمشي من قبل ما نقول لهم ازاي يتخلص. لا ده اهم حاجه، ازاي نتخلص. التخلص اهم من المشكله. طيب اهلا يا سمر معانا. السلام عليكم. عليكم السلام سمر. لو سمحتي انا بس عايزه، مش هطول على حضراتكم يعني. اتفضلي. بس يعني انا عايزه اقول للمدام اللي موجوده مع حضراتكم، انا برحب بيها كويس يعني، وبرحب بحضراتكم. بس عايزه اقول لحضرتك ان يعني في مشاكل او في حاجات ممكن تؤدي البني ادمه بحاجات، يعني هي مشاكل هي ما تقدرش تطلع منها مهما حصل.
يعني واللي عملوا فيها كده من دمها، يعني يعني ناس من كل حاجة جواها. طب احكي لنا يا سمر، احكي لنا المشكلة. يعني يعني اللي منك سمر ممكن يعني توطي التلفزيون بس عشان نسمعك كويس. انا طفيته. يعني اللي منك مثلا زي مثلا زي واحدة من لحمك، يعني تكون والدتك اخواتك مثلا، هي بصالك من ناحية معينة وبعد كده الحاجه دي هي عفوا لفضنا في رصيد خلاص انت كده خلصتي، خلصت منك من حاجه معينه. يعني المصلحه بتحكم. انا قصدك. ايوه انا شغاله يعني حكيمه ممرضه، يعني كان في هدف لي، كان نفسي يعني امي تبص لي بقلبها مش بعينيها، حبيتها حب كبير لانها امي ويعني ما دورتش عليا يعني سابتني وماتت حتى من قبل ما اقول لها انها تدخل. طب معلش يا سمر ما تزعليش، كل ده ممكن نفكه يعني وربنا عنده العوض. حاولت كتير ان انا اقرب من 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 ماما، يعني كنت انا وهي حاجه واحده. طب كان ايه المشكله يا سمر بينك؟ هي ما بصتليش بقلبها، هي بصت لي بعينيها، وكمان ادت ايحاء لاخواتي اللي انا فكرت ان انا هشم ريحه ماما فيهم بحبهم، لقيتش فيهم، كانوا طبعا خدوا من امي سلوك اتعودوا عليه خلاص. طب ايه الانطباع يا سمر اللي اتاخد اللي انت لتعبك قوي كده؟ هي انا يعني كنت دايما يعني كنت دايما مع اخواتي بحس ان انا وهم حاجه واحده. تمام. كانت اخواتي اقل مني شويه في يعني في الناحيه مستوى التعليم يعني والماديه، فكنت دايما ببص لاخواتي يعني عايزه اخواتي يبقوا زيي، عايزه اللي انا فيه يبقى هم فيه، اديهم اعمل لهم، دخل انطباعهم من ناحيتي حاجه ثانيه خالص. طمع صح؟ ايوه، فكروا ان انا لحاجه معينه بالظبط. انت الكبيره يعني يا سمر؟ ايه انت الكبيره؟ انا متجوزه ومخلفه وعندي اولاد الحمد لله، ربنا يخليهم اولاد. ربنا يبارك لي فيهم، وجوزي يعني انسان محترم جدا خلوق، ربنا يخليه لك، ربنا يخليه لك الحمد لله، يعني ربنا بيعوض الحمد لله. محتوين يعني، وربنا كريمني برضو يعني بيوقف لي زمايلي واصحابي وحبايبي وحياتي، حياتي احسن، بس من جوايا قلبي ذات نفسه اللي هم قلبي اللي انا بتحرك بيه واللي كنت بحس ان انا مش قادره اتنفس من غيره راح مني. المشاكل حاولت ان انا ابعد عنها بس ما اقدرش ابعد عنها. الاحساس اللي هو قلبي راح مني ده بموت ماما؟ يعني طبعا بموت ماما. حسيت ان انا زي ما اكون تايهه، يعني ماما كانت كل حاجه في حياتي. ربنا يرحمها، ربنا يرحمها يا سلام. وتعبنا كتير انا وهي لانها قعدت فتره تعبانه بس كانت واخداني يعني حاجة معينة. استاذة داليا هترد عليكي. عيانة خلاص. يعني كنت بحاول كتير اكلمها بس هي يعني كانت قلبها عليا جامد. ربنا يرحمها يا رب، يعني وان شاء الله ربنا يصبر قلبك يا رب. وهنرد عليكي على طول بس ناخد التليفون ده. معايا هاجر. ايوه حضرتك. ازيك يا هاجر، عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي. ايه سؤالك يا هاجر؟ عايزه اكلم الدكتوره بعد اذنك. اتفضلي يا سمعيكي. سمعيكي. لو سمحتي يا دكتوره، انا متجوزه بقى لي 6 سنين. ايوه. عند عمي. ايوه. قاعده في بيت العيله. معامله عند عمي، عم اخو ابويا. تمام. ومعامله شتيمه وقله ادب وضرب، ومعايا طفلين، واحد عنده 6 سنين وواحد عنده سنه ونص. تمام. وحتى جوزي كمان بقى يضربني كمان. وخايفه اللي يعني خايفه اللي امشي، مش كنت المره ديت كنت مضروبه وعايزه امشي واتطلق، وخايفه برضو ان انا امشي والناس تقول عليا مثلا ان انا متطلقه او كده. طب معلش، عارفه اصلا ان انا اخد قرار ان انا اعمل كده. طب هاجر، انت عندك مكان تروحي له لما تمشي؟ ايوه عندي اهل. عندك؟ طب اهلك موقفهم ايه من الموضوع؟ والله هم بيقولوا مره استحملي عمك، هو مين هو بيقول كلام ما يا هاجر بعد اذنك مين هل انت كنت بتتعرضي للضرب وانت صغيره في بيت اهلك قبل ما تروحي بيت عمك؟ خالص؟ لا. طب مين اللي كنت بتشوفيه بيتضرب في بيت اهلك وعادي؟ هل مامتك كانت بتتضرب؟ ايوه ماما. طيب انت عايزه تفضلي زي ماما ولا عايزه تتغيري؟ ما هو انا لازم نغير الحاجات. انا كنت واخده موقف المره دي عشان انا مش عايزه اتضرب كل مره، حتى لما بيبقاش في سبب
ويكسر الدنيا ويطلع يكسر في الشقة ويعمل. طب ايه اللي بيخليه يضربك اصلا؟ هو في سبب يخليه يضربك؟ في اسباب؟ ما بيبقاش في سبب، حتى اخته كانت موجودة اخر مرة وقالت له مفيش سبب. طب هو اهله كويسين معاكي يعني؟ هو لا هم اصلا اساس المشكلة هم اللي بيتكلموا كلام، يعني ابوه بيطلع يتكسر على باب الشقة ويزعق. هل في امكانيه ان احنا نتفاهم معاه ان احنا حياتنا مش كويسه؟ طب اسمعيني نهائي. طب اسمعيني، ان جوزك ان احنا ينفع نطلع بره بيت العيله علشان حياتنا تبقى راضي. احسن واهدى. هو مش راضي، انا مش راضي، وانا المره دي كنت واخده قرار ان انا اتطلق حتى لو هرفع عليه قضيه مثلا. أنا مش عارف. خلينا نحاول نشوف حلول تانية بيني وبين جوزي، ان انا ما استاهلش اتضرب، وابقى مقتنعة ان انا مش لازم اكمل دور ماما او اكمل نفس اللي كان بيحصل فيها قبل ما ناخد قرار الطلاق او الخلع. ده اسهل حاجة على فكرة، فخلينا نصلح الاول اسهل حاجة. بس بالنسبة للي بيحصل دوت، طيب علشان الطفلين وعلشان ده قريبنا، فخلينا نحاول نصلح الاول. حاولي توصلي لي على السوشيال ميديا وانا احاول اتواصل معاكي واحل لك المشكله. لا وان شاء الله احنا هنديها رقم حضرتك ان شاء الله كمان عشان تكلميها. طيب عايزين بس نرد على سما الاول. كان اللي هي كانت اول متصله. سما اعتقد المشكله اختصارا ان هي اتعرضت من مامتها، لان هي بقت بتدي كتير قوي قوي قوي، فبقى مطالب منها طول الوقت كده، وتحولت بقى اللي بقى فيه فكره او انطباع عند كمان اخواتها، نزقت بقت زي يعني نقدر نقول محفظه مش بني ادم. يعني هي من الاخر حاسه ان اخواتها بيستغلوها مش بيحبوها بجد. بس احنا هي اللي انا لاحظته في كلامها ان الاساس والتروما جايه من ماما، من معامله ماما. فهي ماما مشيت، يعني مشيت من الدنيا اصلا. فانا هطلب منها ان هي تكتب لي جواب فيه كل مشاعرها وكل الكلام اللي كانت عايزه تقوله لماما، وبكل التفاصيل وبكل الاحداث، وتحاول يعني تعاتبها وتلومها، وفي الاخر لو قدرت تسامحها، وبرده لو بعد ده ما قدرتش تهدى من ناحيه ماما تقدر تتواصل معايا وانا اقدر اساعدها. طيب احنا عشان معانا بس دقيقتين وحضرتك كنت عايزه تقولي ازاي نتخلص بقى من الكلام ده. اول حاجه برده هنقول خمس اسباب. اول حاجه الاستعانه بالله والقرب منه، عشان العلاقات دي رزق، والرزاق هو الله. ما حدش بيخش، ما فيش حاجه بتخش حياتك ولا علاقه بتخش في حياتك الا هي رزق. تاني حاجه احط مبدا واشتغل عليه ان انا بجيب اللي انا استاهله، فيعني اغير اللي جوايا عشان اللي يجي يبقى مناسب. ارفع تقديري لذاتي، تقديري الذاتي ان انا استاهل احسن من كده. فده بقى شغل كتير قوي، بقى كورسات وقرايه وشغل على النفس عشان اعلي الاستحقاق. نمرة أربعة، أتخلص من كل الترومات والمشاكل والعقد النفسية منذ الصغر. منذ الصغر اللي بترجع لي العلاقات دي وبتخليني أفضل كل علاقة تيجي أفضل ماسكة فيها، مع إني شايفة الغلط بس بفضل ماسكة فيه. طيب الخمسة أشتغل على نفسي. أنا كان في يعني في وسط كلامنا كان بيقول إن أنا دايما أنا الناس أنا مش هقدر أغير عليهم، مش هقدر اغير اللي هم بيقولوا، مش هقدر اغير اللي هم فيه، صح. مش هقدر اغير طريقه تعاملهم زي اللي هي بتقوله، بس انا اقدر اغير من اللي نفسي. في نفسي. واهم حاجه ان انا وانا بتخلص من ده لازم انظف كويس علشان العلاقه الجديده اللي تيجي ما دفعهاش فاتوره اللي فات. طبعا دمت. يعني الكلام الحلو بجد ما بتشبعش منه، بس اتمنى نكون وصلنا للناس كل التفاصيل او الحاجات كده بشكل مبسط، وان شاء الله يستفيدوا. وربنا يا رب يبعد عننا كلنا العلاقات المؤذيه. شرفتينا يا استاذه داليا نبيل، شكرا نورتينا. جدا وجودك، احنا كلنا استفدنا قوي طبعا. يعني استاذه داليا لخصت كل حاجه، وخلينا نروح دلوقتي الفاصل ونرجع لفقرتنا الجايه اللي هتكون برده مهمه جدا. الصيف داخل بقى علينا، فطبعا كلنا عارفين الهوس اللي بيحصل للشباب عشان عايزين يعملوا فورمه بقى، فورمه الساحل، فورمه الجونه، اي فورمه وخلاص. لكن الفورمه دي بيكون ليها ثمن غالي جدا، لان هم بيخليهم يلجأوا لهرمونات ومكملات غذائيه، وطبعا ده بيمثل خطوره كبيره جدا، خاصه ان هم بيتناولوا الحاجات دي بعشوائيه رهيبه. يعني مش بيبقى عارف انه ده مثلا هيأذي جسمه ولا لا، مش بيبقى عارف ده لو خده لا قدر الله ممكن يحصل له حاجه ولا لا. واحنا للاسف الشديد بنشوف شباب كتير جدا بيحصل لهم مشاكل في القلب، في جسمهم،
ولا قدر الله في شباب بتروح فيها كمان، لان هم بياخدوا حاجات كتير جدا مش مناسبه مع جسمهم ومضره جدا. فعايزين يبقى الموضوع كده بالهداوه يا جماعه، بلاش الهوس اللي بيحصل فجاه ده يخلينا نفقد حياه عشان بس يبقى شكل جسمنا حلو. وده انا مش بافور، ده فعلا احنا بنشوفه. يعني اعتقد ان بعض الشباب يعني بيفقدوا اصحابهم وحاجات زي كده، وكلنا بيبقى عندنا تجارب زي دي بسبب حقن، مكملات غذائيه ملهاش لازمه، حاجات كده بتبقى خطر جدا على الجسم. فان شاء الله الفقره دي تبقى مهمه جدا عليكم وعلينا عشان نتكلم بتفاصيل عن الموضوع ده، وهنتكلم عن حاجات كتيره جدا ليها علاقه بالتغذيه السليمه والرجيم المناسب مع كل جسم. يعني ما قلتش حد او امشي على نظام صاحبتي ماشيه عليه لمجرد ان هو سهل او مكسله اروح لدكتور. هتكون منورانا ان شاء الله ضيفتنا العزيزه دكتور اروى بدر الدين، اخصائي التغذيه والطب الرياضي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. ميرسي. خلينا اول حاجه كده نقول، عشان فرح اتكلمت باستفاضه عن الموضوع ده، فكره الهرمونات والمكملات الغذائيه اللي النهارده ممكن كوتش مثلا في الجيم يقول له لا خد انت المكملات دي، خد الهرمونات دي، ايه النهارده مدى الخطوره اللي بتحصل وايه الصح وايه الغلط فيها؟ الحقيقة دي مأساة بواجهها، لأنه طبعا إحنا يعني شغلنا تكاملي، يعني عبارة عن جراحة عظام وطب رياضي وتغذية رياضيين، ده المكان اللي أنا بشتغل فيه. بيجي لنا رياضيين محترفين، وبيجي لنا الرياضيين اللي هم الريكرييشنال اللي بيعملوا الرياضة علشان عايزين شكلهم يبقى كويس. للأسف الشديد إن عنده كلام الكوتش أهم من كلام بابا وماما وأروى وكل حد. طبعا الحقيقه انا بس بقول حاجه، وانا مبسوطه جدا ان انا جيت النهارده، لانه في حاجات كده معينه ببقى حابه ان الناس تعرفها، وللاسف مش دايما بيبقى عندي الفرصه ان انا اوصلها لعدد كبير. المكملات الغذائيه اللي فيها هرمونات، ليه في حاجه منظمه اسمها وادا؟ وادا دي اللي هي الورلد انتي دوبينج ايجنسي، اللي هي المؤسسه او المنظمه اللي مسؤوله عن منع الرياضيين اللي بياخدوا مكملات غذائيه من ان هم يشاركوا في المسابقات او في الاولمبيات او كده. ودول بيعملوا اختبارات عشوائيه، يعني اي حد مقدم هيدخل ممكن يخبطوا عليه في اي وقت يعملوا ده. ايه اللي بيخليهم يمنعوا حاجات معينه؟ الا ان هي ليها خطوره على صحه الانسان. على ايه بقى؟ او خطوره، ما انا هقول لحضرتك، او خطوره على تعاملي مع الرياضيين التانيين. الهرمونات اللي بتتاخد دي هي عباره عن هرمونات ذكوره. تمام. هي دي اللي بتساعد على بناء العضلات بصوره كبيره. تمام. كم المشاكل اللي ممكن تعملها ابتداء من ان هي ممكن تعمل عقم، بتخلي الواحد يبقى اجريسيف، يبقى عنده عدوانيه، يبقى عصبي، بتسبب حاجات كتير جدا، بتزود ضربات القلب رقم واحد، بتزود ضربات كل الحاجات دي، بتزود لو واحده مثلا اللي بتاخدها بقى بنت مش ولد، فدي بتزود نمو الشعر في اماكن مش المفروض ان هي تبقى موجوده عند السيدات او عند البنات، بتخلي صوتها يبقى صوت يدخن شويه، يعني يعني تخلي صوتها يدخن، هي بتتحول، يعني هي نفس فكره، يعني احنا ربنا خالق الهرمونات دي عندنا موجوده، الهرمونات الاثنين موجودين عندنا وعند الرجاله بنسبة، لكن نسبه الهرمونات الذكوريه دي في جسم الستات بتبقى قليله قوي، والعكس صحيح. انا لما اغير الحاجه اللي ربنا خالقها مستحيل تبقى صحتي احسن. صح، الموضوع هيوصل لعدد مش مظبوط في الجسم، زائد انه نمو العضلات بسبب هرمونات ده بيدي شكل لكن ما بيديش قوه. يعني احنا دايما بننبه الناس اللي بيلعب كمال اجسام هو عايز يبني عضلات، لو مش بيعمل ده بطريقه صح وبيدرب عضلاته بطريقه صح عشان تتبني صح، بيبقى عنده شكل بس ما عندوش قوه. طب فاضي. لا فرح، انا شفت مره منظر غريب جدا، شفت واحد طالع له هنا عامله زي البالونه، مش عضل حتى، بيبقى حقن، ده بياخد حقنه في المنطقه دي بيبقى ضخمه جدا. فعلا بيبقى، ايوه طبعا شفت كتير، بيبقى الشكل، يعني الشكل المشكله، حتى انا عايزه افهمه ان الشكل مش حلو، شكل هو يعني ده الفكره اللي هم شكلكم حتى يعني مش حلو يا جماعه، الدراع عادي وبدالين هنا وهنا فعلا. ايوه انا عارفه الشكل في ده، في حاجات كتير بتتاخد، في ادويه بتتاخد بتخلي الميه تتحبس اكتر في العضلات فتبينها ان هي حجمها اكتر، في الهرمونات اللي بتتاخد، في حاجات كتير، وكلها الحقيقه المكملات الغذائيه حتى اللي بتتباع في الاماكن المختلفه. انا فاكره كويس قوي ايام دراستي الماجستير تغذيه الرياضيين في انجلترا، كانوا من ضمن الحاجات اللي شفناها ان في بحث معمول ان في انجلترا مش كمان في مصر، يعني في 25% من المكملات الغذائيه ملوثه، يا اما بودره سيراميك او فيها هرمونات مكتوب عليها ان هي ما فيهاش هرمونات، لكن لما تقري المكونات
تلاقي ان في ماده، الماده دي في الجسم بتتحول لهرمون. بس مين بقى هيقعد يقرا كل الكلام ده؟ هو بيقرا من بره انه ما فيش فيها هرمونات. بالظبط. والموضوع بيبقى موضوع تجاري اكتر منه. وعلميا لو انا عايز ابني عضلات وابقى حتى بطل كمال اجسام بالتغذيه العاديه جدا تقدر، اقدر اوصل لده. البروتين والنشويات وده ابحاث علميه معموله، يعني ده مش كلام بقوله علشان بنحاول نقنع الشباب، لا، بالابحاث العلميه المعموله اقدر ابني عضلات باكلي العادي خالص، بس بزود البروتينات شويه ومش قوي كمان، مش زي ما الناس بتعمل ان انا لازم اكل فرختين ثلاثه في اليوم و20 بيضه وبيض على لبن لانه في حد اقصى للجسم يقدر يتعامل فيه مع البروتينات اللي بناخدها في الاكل، اكتر منه بيبقى انا باخده على الفاضي. بس هي بقى الفكره دكتور ان هم مش بيبقوا عايزين يعملوا الطبيعي بتاع الجسم، هو زي ما هايدي قالت بيبقوا عايزين يعملوا الشكل الغريب قوي ده اللي هو المنظر الفظيع ده. دي بقى مشكله فظيعه. ليه؟ لانه مشكله ان الناس عموما مش بس في موضوع كمال الاجسام، حتى في موضوع ان انا جسمي يبقى شكله ايه، واليام دي الموضه رفيعين قوي، لا طلعوا شويه ممثلين كيرفي يبقى الموضه الكيرفي، طلع واحد عمل فورمه الساحل زي ما بيقولوا. أيوة فيقرروا ان هم لا ده الشكل الحلو. الحقيقه كل جسم ليه طبيعته اللي ربنا خلقه بيها، صح، ومهما انا حاولت اغيره بالحاجات التانيه هتلاقيني اول ما اوقف ده هرجع برجع لطبيعتي. انا كل اللي بقدر اعمله ان انا اخلي نفسي في احسن حاله ممكنه للي ربنا ادهولي، صحيه كمان اهم حاجه. وصحيه طبعا دي حاجه تانيه تماما، موضوع صحيه دي. وللاسف برضو ان الناس بتتعامل مع موضوع التغذيه وموضوع الرياضه وهم مش فاهمين، مش فاهمين انه احنا في عندنا صحه وفي عندنا كفاءة أو قدرة بدنية تخليني أقدر أعمل مجهود، الاتنين مش حاجة واحدة فعلا خالص. يعني في بمعنى إيه بقى بتفاصيل؟ في فتنس، في صحة وفي قدرة جسدية على إن أنا أعمل مجهود. إيه الفرق بقى؟ الاتنين مش حاجة واحدة. أنا ممكن يبقى رياضي محترف وبيعمل مثلا بيرفع أثقال بس صحته مش كويسة، إن عنده مثلا ربو، عنده سكر، عنده موضوع مختلف هنا، مختلف تماما. إيه؟ مش خطر ان هو يعمل فيتنس؟ لا، في العاب معينه بتنفع حتى مع الامراض دي، يعني في يعني رياضيين وبيدخلوا مسابقات عالميه وتلاقي عنده مثلا ازمه، عنده سكر، عنده يعني عنده امراض مختلفه، انما ده جزء برضه من تخصص الطب الرياضي انه تغذيه الرياضيين ازاي نتعامل مع الرياضي اللي عنده امراض مختلفه. فاللي انا اقصده انه الصحه واللياقه حاجتين ما هماش حاجه واحده مختلفين، انما ازاي نقدر نوصل ان احنا نبقى في احسن حاله صحيه ممكنه واحسن فتنس لياقة. ممكن لياقه ممكنه، الموضوع مش بشكل العضلات خالص إطلاقا. والله خالص. طب انا عايزه بقى اطلع شويه من حته العضلات دي ونروح لحته الدايت او الرجيم. ايه راي حضرتك في الناس اللي بتاكل موزه هايدي طول اليوم او تفاحه طول اليوم؟ نقدر نقول دايت قاسي جدا، هل ده عشان يخسوا بقى مثلا ساحل بقى او شتاء او اي حاجه وعايز يخس او عايزه تخس فطول اليوم تفضل عايشه على موزه او تفاحه، هل ده صح؟ اكيد لا. بس في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده وبتخس جامد جدا وبعدها تملى جامد جدا. أيوة. المشكله ان في دكاتره بتكتب كده، يعني انا مش بقول الكلام ده من دماغي، هو بجد في كلام بيتكتب كده، ده علميا غلط جدا. طب ايه الاصح؟ اتفضلي. انت جسمنا عباره عن الخلايا الصغيره اللي مكونه الجسم، والخلايا دي معموله من يعني بتتكون من مواد في الاخر بتوصل لنا عن طريق الاكل اللي احنا بناكله. تمام. عشان جسمي يبقى في حاله صحيه سليمه لازم الخليه دي يبقى كل حاجه فيها سليمه. عشان تبقى سليمة محتاجة مواد غذائية، محتاجة نشويات ومحتاجة دهون ومحتاجة بروتينات ومحتاجة فيتامينات ومحتاجة معادن ومحتاجة مية. تمام. ومية دي بحط تحتيها 500,000 خطوة. مية. أنا عندي مشكلة رهيبة في المية. والله لا، كلنا ما تقلقيش. تمام. وده لازم برضو عايزة أنبه الناس لحاجة على موضوع الناس الكتير اللي بتطلع لازم تشرب 2 لتر و3 لتر. الموضوع علميا مختلف شوية عن كده. اتفضل. الحاجات دي علشان اخدها معروف علميا انه مثلا الستات لازم ياكلوا مش اقل من 1500 سعر، والرجاله مش اقل من 2000-2200 سعر. ده اللي هم اللي ليهم طول ووزن في حدود اللي هو الافريج يعني المتوسط. ليه؟ لانه لما باكل كميه الاكل اللي فيها السعرات الحراريه دي، والسعرات الحراريه دي موجوده بس في الدهون والبروتين والنشويات، بتغطي احتياجي من الفيتامينات والمعادن. لو انا قليت عن كده قوي بحرم انا جسمي ما بيوصلوش فيتامينات ومعادن كفايه. ايه اللي هيحصل؟ ومهما اخدت فيتامينات من مكملات غذائيه مش زي ما اخدها من زي الاكل اللي ربنا خلقه. فايه اللي هيحصل يا دكتور؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ربنا خالق الاكل فيه حاجات كتير، واغلب الحاجات في حاجه بتاثر على امتصاص حاجه، وحاجه بتساعد ان الحاجه دي تتهضم. لما انا باخد فيتامينات كده من بره ممكن تساعد، لو انا عندي نقص فيتامين معين بسبب مرض معين باخد ده،
انما الطبيعي ان انا الصح ان انا اخد كل حاجه من الاكل الطبيعي بتاعي. اصل احنا كنا في فتره سمعنا عن الكيتو دايت، لا مش عارفه دايت ايه، دايت بس بروتين، احرم جسمك من حاجه. فالنهارده حضرتك بتقولي ان ما ينفعش انا احرم جسمي وطبيعي اللي ربنا خلقني بيها من حاجات مهمه جدا وعناصر موجوده في الطبيعه. فالنهارده حضرتك وضح لنا ايه الفروق بين الدايت وازاي كل جسم كمان ليه شكل دايت هيكون مناسب ليه. بالظبط، اولا موضوع ان انا احرم جسمي من حاجه، النشويات لما بمنعها من الاكل ممكن ادخل في اكتئاب. ليه؟ لان النشويات ليها علاقه بالسيروتونين اللي ليه علاقه بالحاله النفسيه للبني ادم، السعاده. بالظبط، فلما بمنع النشويات تماما من الاكل ده ممكن ياثر عليا بالشكل ده. الدهون في حاجه اسمها بالانجليزي essential fatty acids واسينشال امينو اسيدز، اللي هي ايه؟ حاجات دهون جسمي ما بيقدرش يصنعها لازم اخدها من بره. بروتينات جسمي ما يقدرش يصنعها لازم اخدها من بره. زائد عندي مجموعه من الفيتامينات هي عباره عن فيتامينات بتدوب في الدهون، عشان تمتص لازم اكل معاها دهون. يعني انا فيتامين د لما بكتبه لاي مريض عندي بقول له تاخد فيتامين د بعد الوجبه الدسمه عشان يبقى امتصاصه صح. يعني عشان كده في حاجات لازم بعد الاكل. بالظبط بالظبط، انا لما بحرم جسمي من الحاجات دي، يعني في حاجات لو انا حرمت جسمي منها يقدر يصنعها من حاجات تانية، لكن في حاجات جسمي ما يقدرش يصنعها، لازم ادخلها له من بره، نشويات ودهون. فاخر حاجه واخر توصيات حتى في اللي هي الفود النيوتريشنال جايد لاينز، اللي هي ازاي بنعمل الدايت والانظمه الغذائيه للناس عموما حتى الاصحاء، ما فيش حاجه اسمها ان انا امنع تماما. الفات فري دايت ده قاتل، ان انا اعمل دايت ما فيهوش اي دهون، انا بحرم جسمي من حاجات اساسيه. الخليه اصلا متكونه وجزء من تكوينها احماض دهنيه. هو يقول لك ما هي هتاخد الدهون المخزنه، فانت كده بتلعب مع جسمك. زي ما قلنا الدهون المخزنه دي مش كلها بتغطي الاسينشال فاتي اسيدز، اللي هي الدهون الاحماض الدهنيه اللي انا محتاجاها. جسمي ما بيقدرش يصنعها، لازم اخدها من بره. تمام؟ فالخلايا بتاعت جسمي محتاجه ده. اللي بيحصل والدايت الصح، يعني في مقولة حلوة قوي موجودة في مراجع التغذية وكده، بيقول لك ليه في آلاف من الدايتس؟ لأنه ولا واحد فيهم بيشتغل. ولا واحد فيهم مش دايت؟ ولا واحد فيهم بيشتغل. ولا واحد فيهم بيشتغل. هي كده بالظبط. Why there is thousands of diets because there is no one of them works. طب إيه اللي بيشتغل؟ أتكنز، أنا كان زمان طلع حاجة اسمها أتكنز شبه الكيتو كده، اللي هو إيه؟ أنا باخد بروتين ودهون بس. وبس. انا اللي بيعمله ايه؟ انا جسمي لما بيطلع، لما بيعتمد على الدهون في افراز الطاقه بيطلع حاجه اسمها كيتون بوديز، بيخليني يبتدي يغير الكيمياء بتاعه الدم عندي. اللي هي اللي بيحصل ساعات لمريض السكر لما يدخل في غيبوبه السكر مثلا. الانسولين بيقل. الانسولين بيقل فبيبتدي الجسم ما يقدرش يحرق سكر فيعتمد على الدهون فيطلع حاجه اسمها كيتون بوديز. الحاجه اللي مش طبيعيه اللي ربنا مش خالقها دي مش صحيه. تمام؟ في الاخر لا اتكنز ولا كيتو دايت، والكيتو دايت على فكره بيقول لنا العيانين بيعملوه وبيخسوا كويس جدا، واول ما بيبطلوا بيرجع ويمكن وزنه يزيد اكتر. كمان دكتور اروى، يعني الموضوع ده احنا محتاجين حلقتين عشان الناس تقتنع انه ان احنا نقدر نخلص الموضوع في فقره زي كده. لا لا طبعا، يعني احنا بس الفكره ايه بقى؟ ايه هو الدايت اللي بينفع؟ انا اللي داخل جسمي قد ايه واللي بيطلع منه قد ايه؟ اللي يطلع يبقى اكتر من اللي بيدخل هخس. اللي بيدخل اكتر من اللي طالع يبقى انا هتخن. التعادل، الاثنين قد بعض اتعادل. التعادل، انا الدايت الصح ان انا اللي بيجي يعمل دايت بديله كل حاجه بس بقلل الكميات من كل حاجه، يعني وكل حاجه دي ليها حسابات طبعا. تمام. لا ودكتور اروى كمان احنا المفروض يعني ان احنا نتجه لدكتور ما نمشيش من على الانترنت. بالزبط. بس انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، استفدنا منك واتمنى تبقوا حضراتكم استفدتوا من دكتور اروى بدر الدين، وما تمشوش على الانترنت ولا تطلعوا بقى وصف الدايت على الانترنت وتمشوا عليها وتبقوا بتموتوا نفسكم بالبطيء وانتم مش عارفين حاجه زي كده. عايز تكبر عضلاتك، عايزه تخسي، عايز تتخني شويه، في دكتور متخصص بنروح له هو اللي بيكتب لنا على كل حاجه، مش بنمشي من دماغنا ابدا في جسمنا علشان صحتكم. توحشوني من النهارده لبكره، وان شاء الله نشوفكم بكره على الف خير.